وتيره ثقيله وتيره تاع الاجراءات. حنا تكلمنا بانه السبب الرئيسي في انا المشروع هذا اللي جينا نشوفه مشروع مهم. كل محطه تصفيه القدر مشاهده اليوم متواجدين في ولاية خنجلة من أجل الاطلاع عن قرب عن مدى تقدم وتحسن الخدمة العمومية للمياه بكل أسطرها، يعني المياه الصالحة للشرب، التطهير وكذا الري الفلاحي. طلعنا على مدى تقدم البرنامج التكميلي الخاص بقطاع الري، واللي كل العمليات تسير بطريقة حسنة ممتازة.